love what's creating. انا مش حال هذيك تعجبني الثقافه الكوريه، كنتبع بزاف بعض المسلسلات وبعض المهم قال لي كثر في لاكوري. ودابا انا الان كطالبه الماستر في العلاقات الدوليه في جامعه الاخوين، كان عندي لاست سيمستر وكان عندي تيرم بيبر ديالي على ساوث كوريا. سو اي حاجه عندها علاقه مع هذه الثقافه كتعجبني. وما بين الاشياء اللي كنت كنقرا في نفس الوقت كنقرا اللغه، كنحاول نتقرب اكثر على الثقافه الاسيويه بشكل عام وبالاخص هذا بالثقافه ديال كوريا. وسو كنفكر ندير شي اكسشينج في سيول ان شاء الله قريبا. علاش بغيت ان شاء الله نجي في هذا الكوريا كلتشر ويك باش نكتشف اكثر ونتقرب اكثر لهذه الثقافه الكوريه. رشيد حيت اليوم رشيد في الرباط كان واحد الحفل تكريمي للاخ ديالو هشام، دوك خصو هو يمشي يحضر معاه ضروري. دوك انا جيت لهنايا باش نشوف هذا الثقافه ديال كازا. هذا هو البروبليم اللي كاين، حنا كمغاربه بعدين بزاف على هذه الثقافه الاسيويه، ولكن في نفس الوقت مزيان نتقربوا لهم نعرفوا اكثر. كنعرفوا كيفاش هذا البلد اللي كان تقريبا مدمر في 1953 ولا من بعد سنوات ولا القوه الرابعه اقتصاديا في العالم. سو كنبغي نعرف كيفاش داروا، يعني كنبغيو ناخذوا فكره على بعض الدول اللي تبارك الله تنموا اقتصاديا. علاش لا، حنا تحنا واحد النهار غنولي حنا قوة اقتصادية كبيرة، وان شاء الله بلد ان شاء الله اللي يفتخر به جميع الناس في العالم. فوالا يكون تبادل ان شاء الله ما بين الدول.